يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول علي يمين، فهل يجوز لي أن أطعم، يقول علي يمين أو كفارة يمين، فهل يجوز لي أن أطعم المساكين رز ني لم يطبخ وأجعل عليه لحما؟ هذا هو الأصل، الأصل أنك تعطيهم الطعام غير مطبوخ وهم يتصرفون فيه، يأكلونه يبيعونه يعني يهدونه لحد يتصرفون فيه، هذا هو الأصل. ويجوز أن تعطيهم الإطعام مطبوخا لا بأس في ذلك، لكن الأصل أن تعطيهم الطعام غير مطبوخ يتصرفون فيه. وإذا جعلت معه دام هذا أكمل وأحسن. نعم.